بختي هو ايه الاحمر ده؟ احمر انت ايه لونك احمر يا ايه؟ بنتي؟ ايه لونك ده؟ مش عارف، ممكن مكان ايه؟ عادي ما تركزيش، عادي ممكن مكان داروش روج. ايه والله مفيش كلام ده، داروش وشفايف. شفايف مين؟ مين اللي يجيب شفايف هنا؟ انت بتهزري؟ قامت خلاص؟ ايه؟ حد الشلال دبها؟ طب انت مالوش ده يا حبيبي؟ لا هات منديل، لان هنا بص المشكلة في الموضوع. ايه دي وقت ورايلك. يعني انت مثل خيالي بدل المراني. شو بدي؟ شو بدي؟ روح اجيب لي اورنج، اورنج فريش هلا هلا هون. عايزة اقول لك ان مفيش قطة عندي هنا قوي. شو؟ شو؟ اصل تنطور هنا. تنطوط؟ ليش ما بتعرفيش كلمة تنطور؟ لا بتحطي اصبعك على تمي. والله؟ ايه؟ طيب بصي اقول لك على حاجة. احنا هنا عندنا اللي قرب من جوزنا بنجيبه من شعره. بنجيبه من شعره؟ شعرك الحلو اللي انت شايفاه ده ممكن اجيبه لك كده تحت ايدي. اخليه يطلع من تحت ايدي. بس. انت كتير مين فاكرة حالك انت؟ كتير مصدقة حالك كتير يعني. شوفي مصدقة يا ماما. روحي قولي لجوزك للحقنا. لا بتقولي لي قلي. جوزي هو اللي ليك؟ يس. يا حرام، اصل نانا شغل. من جمالك ولا من حلاوتك؟ اكيد انا جمالي وحوالتي. قلت لك ما تتحدينا. باي ذا واي نبهتك. والله انا ما حدا بتحداني. لا يا حبيبتي انا بقول لك خاف على نفسي. ما تحطي ايدك يا محمد. ايدك مثل الرجال. ايدك يا محمد انا ممكن اقلب الدنيا. ايدك مش هقول لك ما تحطيش تاني. ايدك. مين فيكم محمد انت او شكلك انت محمد؟ انا بقى باينه. ما هو انا بقول لك ما قلت لك ليه معصبه؟ ان واحده تقرب من جوزها. بعد عنك اصل هو قرب. محرومه. ما تعرفيش الكلام ده. ما تعرفيش ان واحده تخطب جوزها. ما حبهاش. تفضلي يا عمتي. شو مجنونة؟ لا انت لو عايزة تشوفي الجنين على حق هوريهولك. تفضلي تفضلي. سلمي نفسك. تفضلي يا فندم عشان تفضلي. ايوه. هاي. زي الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ اتفضلي هنا. يا حبيبتي اتفضلي. تشرف باسمك. ضحى. ضحى. هاي ضحى عامله ايه؟ الحمد لله. سمعتي قبل كده عن بينك كلينك؟ لا. طب بصي احنا دلوقتي المفروض عاملين كذا اوفر كده، عايزين نشتغل. انت وشك ليه ما فيهوش حاجات كتير؟ شويه حاجات هنا بس وهنا، فخليني ابص عليكي كده على وشك ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. يلا بينا. اتفضلي. بصي هعمل لك البلازما. دي البلازما بتنشط الدوره الدمويه، بتعمل يعني بترجع الحيويه للبشره كده. وبعدين هنشتغل بقى هنا كده وهنا. متهيألي عندك حبوب وعندك عندك ثلاثه مصيف جهد وشي كله بيتقشر. مصيف؟ بس بشرتك حلوه، بس شويه حاجات. بس انت ايه يعني؟ من هنا حبوب ومن هنا باين حاجه النمش ده باين. لا مش عارفه. انا بقول انت حاطه بلاشر كمان؟ لا انا مش حاطه. عارفه اللي هو ايه؟ حطيت الرجوله بالعافيه. هو ايه؟ حطيت ميك اب مره والش كله ولع. بس انا اعمل لك الاول كده مساج برضه. دكتور في موقف من الظريف حصل معايا. معايا كلاينت. انا اسف يا دكتور بس كان لازم اقول. ايه اللي حصل؟ انا على المونيتور شفت اتنين من الكاستمر جوه عملوا موقف مش ظريف خالص هنا في الاوضه. ايه في حاجه؟ في خناقه ولا ايه؟ مش خناقه ولا حاجه. حاجه مش ظريفه ان انا لا عايز اقولها لك. انا لو عايزني اقولها لك. ايه اللي في ايه؟ ممكن اقولها لك انا؟ ان واحده مش محترمه بس الجوز بالعافيه. مش كده؟ هو جوز حضرتك ده؟ تمام. بالعافيه؟ بس لا 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 انا عايزه الناس دي تيجي هنا وبعيد عن انا مش مستغربه. الست دي مش محترمه. بسرعه بقى لاني قاعده جوه
عينيها على بوسه وعلى بوس واحده كمان. خلاص بسرعه بسرعه الصوت الناس بس هجيبهم وتعالى. حاضر حاضر هنجيبهم ونيجي حالا. يا جماعه سمعه العياده مش معقول كده. لا بص حضرتك انا جايه كل احترامي لحضرتك طبعا. اه طبعا اتفضلي تعالى. بس هي ست كلمه مش محترمه دي قليله. هما هيجوا دلوقتي. هو جوزك من زمان؟ لسه متجوزه بقالي اسبوعين. نعم؟ متجوزه بقالي اسبوعين. عايزه حضرتك. شو دكتور قربتي لي الموعد؟ مش عايزه اسمع صوت. سافري يا رش. شكرا يا استاذ. رش. لمين عم تقولي رش؟ شليكي. لا لا روقي روقي احسن لك ها؟ اهدي اهدي. اتفضلي ارتاحي. اتفضلي. شو بدك؟ اتفضلي. شكرا يا رش. شو بدك؟ اتفضلي. ميرسي يا حبيبتي. بتعرف شو بدك هلا عيطتي لي بهالطريقه؟ شوفي عايزه اقول هو... لك ليه؟ انت واحده مش محترمه. ثانك يو. انت عارفه انت واحده مش محترمه؟ ميرسي ميرسي. شو قاهرك انت؟ ايه؟ انت مش انت محترمه؟ انت مش محترمه. طب انت محترمه. انت لو حد لقاكي رباطي فين مش احترام. نفسي اشوف لك راجل يكسرك. بس انت يا سامه مالكيش رجاله. ليه معصبه؟ شو انت عشان دي مرات الراجل ده من اسبوعين. انت مسكتيه؟ رحتي مرساه غصب. وانا شفتها في الكاميرا. ايوه مش غصب. غصبا؟ تمام. انا هاجي اشوف. ابوسه غصب انت قولي ثلاث مرات ابوسه غصب. وسعي لو سمحتي بس عشان اشوف الكاميرا. اتفضلي يا استاذه ريم. طب انا مش عايز اسمع صوت. ما تكلمنيش. طب ما تكلمنيش. مش عايز اتكلم ما تكلمنيش وامسح يا حبيبي. امسح. لا ده مع سبق الاصرار والترصد وانا في الحاله دي محتاجه اعمل محضر لانه ده مش بالغصب بس برضو انتي غلطانه طبعا عشان تعملي كده في عيادتي لو سمحتي. هي هي احكي منيح احسن لك. ازاي يعني ازاي يعني يعني ازاي ما احترمتش ان انت يعني متجوز بقالك اسبوعين؟ انت ايه جنسك ايه انت؟ لا مفيش حد كان بيعمل. والله العظيم يعني الكاميرا دي كدابه واللي احنا شايفينه ده كله كذب والهانم اللي ملطخه ده كله مش حقيقي وانت بس اللي صادق. طب عادي سالوني انا بحكي بصراحه. ممكن نشوف؟ هو انت ازاي بجح كده؟ انا بجد مستغربه وده مكان محترم على فكره ما كانش ينفع يحصل كده ابدا. اصل انا اتحديتني مش كده؟ ايه ده؟ يعني انت كده كسبتي التحدي ده؟ بصي عندك عايزاه خديه يا ماما. اخدته. خديه في 60 داهيه. اخدته. بصي انا الراجل اللي يجي على قرارتي احطه تحت رجلي. لا بتقولي لي قولي له قولي له. ما انا هو مين شو هو؟ قولي له قولي له هو الراجل. شنو بقى لسه؟ انا عندي فرح يا محمد. بدي اديك دكتور. طب ممكن استني افضلي انت بره. لا خليكي انا هخرجها هي. هخرجها هي. هخرجها هي. استني. تعالي بس تعالي. في ايه يا محمد؟ في ايه؟ تعالي. انا ممكن بعد اذنك. تعالي تعالي بعد اذنك. عشان الناس عشان الناس الناس بليز اعوزي ديك البوست بعد اذنك. طب عادي مع انت وجوزك وانا همشيها هي ما تمشيش ما تبقيش عبيط. عشان خاطري مشيني. تمشي عشان خاطري مشيني. انت عبيط. انت اخرجي بره لو سمحتي عشان انا هاخد المدام يا فندم. عشان خاطري عشان خاطري عبيط انا ومشيتي وسيبتي عشان خاطري مشيني. انا مش طايقه اشوفها. طب خلاص. لا بجد بره بره. انتي هبله؟ ما تخليش. سيبي جوزك يا هبله. بعد اذنك مشي. ما تسيبوش. بعد اذنك بليز. لا تعالي اخرج بره. خديها بره. خديها بره. بعد اذنك اطلعي بره. خديها اطلعي بره بقول لك. لو سمحتي اهدى عم تحكي علي عم تحكي علي وين بدي اطلع بره؟ لا ماني طالعه بره. لا ما هطلع لبره. بصي انا ممكن اكسر العيال دي على دماغ امك. كسريه من قدامي يا اختي. كسريه شو عم يعملوا بتساوي انت شو فاكره حالي؟ نعم يا ماما. ليه فاكره حالي؟ ابعد عني يا روحي ابعد عني انت ما تشوفش وش تاني. ابعد يا محمد. ابعد. طب سيب ممكن تيجي هنا لو سمحت انت وسيبهم مع بعض. ايه ما تضايقهاش. انا اقف يا